خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية: 1- تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً. 2- تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد-19. طبعاً قرار التعليق الدراسة جاء استجابة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة. فقد صدر أمره يحفظه الله بالآتي: أولاً، منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا لمدة 21 يوما من مساء يوم الاثنين 28 رجب لعام 1441 الموافقة 23 من مارس 2020. لأنك أنت الوطن العظيم، مددت يديك لتحتوي الجميع، وسارعت في حرص لتحمي الجميع، ولأنك أنت القلب الكبير، ما تزال تعانقنا بدفء وتحضننا في رفق. ولأنك وطن الندى، فأنت لنا منحة لا تختفي، وهبة سابغة لا تنتهي. أيها الوطن العظيم، في كل الأزمات لا نزداد منك إلا قربا، ولا نبادلك بالحب إلا حبا، وفي كل الأزمات ما تزال تثبت لكل العالم أننا الأولى في كل مشاريع بنائك، والأهم في كل أولوياتك، والأقدم في كل مساحات قربك وحبك. أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم لهذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. تم تخصيص ميزانية طوارئ لتغطية أي تكاليف قد تطرأ أثناء تطورات هذا الحدث العالمي. إضافة إلى ذلك، ستستمر الحكومة في دفع مستحقات القطاع الخاص في وقتها وخلال مدة لا تتجاوز 60 يوما. وما نزال لك أيها الوطن، ولأجل منحك التي تهبها لنا رغم كل الظروف، يدا تحمي ويدا تبني. من إنتاج النشاط الطلابي بتعليم صبيان.